بسم الله الرحمن الرحيم. تضامنا مع شعبنا في البحرين وإيمانا منا بضرورة التصدي للظلم والانحراف والديكتاتورية، وإيمانا أيضا بحتمية انتصار المظلومين، نقف هنا مع ثلة من الإخوة والمجاهدين والمناضلين لنعلن تضامننا مع المعتقلين، مع السجناء، مع أبطالنا العظام مثل الأستاذ حسن مشيمع، الأستاذ عبد الهادي الخواجة، الأستاذ عبد الوهاب حسين، الأستاذ نبيل رجب، إبراهيم شريف، الشيخ المحفوظ، وبقية المؤمنين المظلومين. نتضامن معهم ونطالب العالم بالضغط على العصابة الخليفية للإفراج عنهم، ولكن في الوقت نفسه نؤكد أن ثورة البحرين ثورة سياسية تريد أن تغير الوجود السياسي في البحرين، أن يكون الشعب هو الذي يحكم نفسه، وأن يبتعد عن الوصاية والإجرام الخليفيين. يريد الشعب أن يقرر مصيره وأن يكتب دستوره بيديه، ولذلك فهو يتظاهر يوميا، يحتج. صحيح أن هناك انتهاكات بليغة لحقوق الإنسان، ولكن المطلب الأساسي مطلب سياسي يتمثل في ضرورة التغيير الجذري في البلاد وإعطاء حق تقرير مصير لهذا الشعب. ويجب أن يقف العالم مع نضال هذا الشعب، لأنه يطالب بالحرية والديمقراطية واحترام الإنسان واحترام حقوقه، ويطالب أيضا بالتصدي للاستبداد والظلم والاحتلال، والاحتلال الخليفي والسعودي الذي يهيمن على البلاد وأيضا يجثم على صدور أهل البحرين، سوف ينتهي بعون الله، لأن إرادة الشعب لا تكسر، وإن نصر الله قريب. فالله سبحانه وتعالى هو الناصر والمعين، وهو قاسم الجبارين ومهلك الظالمين وناصر المستضعفين، والحمد لله رب العالمين.